توا ورك زون ورك زون بدا بدينا بدا يخدم معي بديت الحكايه بديت الخدمه. لا مثل ولا صعب برشا هي في معروفه معناتها في اي بروجي ولا اي حاجه جديده ولا لي ديبي صعب باسكو مش معروفين مش بلوتو مش معروفين ما يعرفنا حد ما عرفنا حد اكزاكتلي في حد في بيلو بينا دونك بشوي بشوي بدينا هكا احنا فجاه طلعنا بق ولي كليون الاولى اللي يفيقوا بينا ولا يعرفونا اكثريتهم يا اما يعرفونا من قبل معنا اصحابنا والا اللي عملوا ريشيرش خاطر وقتها معنا خذينا ديسيزيون انه ما نلانسيو كان يكون عندنا سيت ومن اولهم اس ام سي كلوب سوشيال ميديا لو فامو عبد الكريم بن عبد الله لا كريم دوكا فوالا وقتها كلمنا عبد الكريم ما يمروا بالكل نتذكر وقتها قاعدين فارغه فارغه ما حد كل يوم فارغه ليمت الولا علاش قلت بكري صعيبه كل يوم نجيو وصايف يسالني نفس السؤال والناس نفس السؤال مجا حد مجا حد مجا حد ليه لحظه ذكرت فازة تتذكرش اصحابنا لا علينا في الاسم اللي جيو تي وين وليكم الكرز نتاعكم جيو فما حد يا اخي والله تعرف مش واحنا وقتها اوكي جايين راهو مش كون يجي يخدموا كان في الليل مش وقتها اللي رياكسيون تاعي انه راهو مش كيف كيف جمله دونك روعه موانزا في طايشه من الشباك ولا جد فايزي روعه ولا لا وسع مالك بلون مش مستوعبين احنا في الميتيام ايتاج فوالا دونك بعد جات مره دونك قعد طلب تليفون الو على السلامه انا عبد الكريم بن عبد الله عندي فورماسيون الجمعه الجايه نحب نجي نعملها بحذاكم سمعت انتم عندكم كوركينغ سبيس دونك فما صاله نجم تهز النمبر اكس هذاك تاع العباد اي بيان سور كله على ذنبك اي وبعد جا وقتها وما جاش قبل ليفينمون شاف الصاله ولا حاجه ديريكتومون التليفون سمع جوست ان كوركينغ سبيس جديد خلص السيت جاي من بعد كنت احنا كنت لنا ديكوفيرت نتاع الشخصيه نتاع عبد الكريم بن عبد الله خاطر انا نعتبرها شخصيه معناتها شخصيه اللي محليها دونك جاي عملوا احنا اكتشفنا سوشيال ميديا كلوب وقتها واكتشفنا زاد العالم تاع ديجيتال خاطر ما كناش نعرفوه احنا واترافير سوشيال ميديا كلوب اكتشفنا العالم هذاك وقاعدين كل يوم نتعلم منهم وكل يوم كل ما يجيو يعملوا فورماسيون بحذنا كسوا سي ام 101 ولا اي سي يو ولا اي فورماسيون يتعمل يعملوها هما بحذنا نتعلموا منها برشا حاجات بيان كل احنا مانيش قاعدين نجموا نحضروهم كل مره نحضروا منها 4 ساعه بيسكو اي ما هما برشا دونك نلموا ال 4 ساعه ولا 4 ساعه ولا فوالا بدينا وقتها جا عبد الكريم عمل الفورماسيون الاولين تعديت على الاخر وقت عمل حاجه هايله معني بالكدا خاطر سوشيال ميديا كلوب ولا عبد الكريم بن عبد الله دونك بروفيل اللي عنده كوميونيتي كبيره وراه كل شيء اول حاجه عملها قاعدين غاديك كملوا شويه الفورماسيون في البوز جاب كاميرا وجاب شو اسمه محمد هذاك معاه الفوتوغراف وعمل لي انترفيو كنت قعد فيه 15 مينوت هكاك وديجا بارمي الحاجات اللي في الديبو نتاعنا عملتنا بالكدا باش نتعرفوا في الريزون تاع عبد الكريم و اس ام سي بعد نلقاه بارتاجيها في الفيسبوك بارتاجيها في انستغرام بارتاجيها في لينكدين بارتاجيها معناها بارتو ويبوستي فيها البوبليكاسيون فهمت وبعد فهمت بدينا نعرف سي لا جينيروزيتي نتاع عبد الكريم فوالا دونك ما نجموش زوز يتخالفوا على قداش عبد الكريم انسان جينيرو ومعطاء ويشجع لي جون بصفه كبيره معناتها لا وحاجه اخرى زاد بار عبد الكريم كهاو سينو نسرين باش تتغاش اشنت نسرين بن عبد الله اللي هي مرت عبد الكريم بن عبد الله اللي هما مع بعضهم دونك عندهم سوشيال ميديا كلوب فما كلمه يعني قالت هني نسرين دونك هذيك اللي قاعد ديما نهار الاولاني اللي دخلت عملت فورماسيون لهنا دونك نهار الثاني كي جات قالت لي راني جايه حاسه روحي عباره جايه لداري معناها حسيت روحي عباره في الدار دونك جامي راني حسيت روحي سافا باسي بوغ سا قد نحب على الاخر وقعت من وقتها كنت اتذكر لتوا هي مسكينه تحب على الدريم كاتشر وتوا جبنا لها دريم كاتشر صار نسرين نوعدوك اللي احنا نجيبوا لك دريم كاتشر دونك ان غون ميرسي على خاطرهم عملوا برشا حاجات مزيانين ويخدموا على رواحهم وعندهم تاتش نتاعهم في ورك زون اكزاكتومون يعني عندهم تاتش نتاعهم في ورك زون وابار انا نحب نقول لورك زون دارهم honnêtement معناتها اي من عملوا اس ام سي كلوب ماهمش مش ماهمش يخدموا معانا ولا بارتنير لا هما اولاد الدار اولاد ورك زون
دونك هو اللي عنده دار وما يدقش الباب. فوالا. ديجا عندهم بارتيمون اوكي. اه خليكم عبد الكريم دونك. الا تو دابور انا اول مره شلقت بروكزون سيتي باغ هازار ده اللي نصب ايفينمون ولا حاجه ولا باج ولا سيت ما بال بلو لو كونتكست. اما عندي انا العاده اللي اي حاجه تحل جديده لازم نكون معاهم كونتاكت سي اوتوماتيكمون. دونك شفت السيت دخلت للسيت تذكر مليح دخلت نمر التليفون كلمتكم بوغ انفورماسيون وبعد ظهر لي قعدنا مده وبعد سمعنا اول ايفينمون. مي لو بروميير كونتاكت سي كونتاكت سبونتاني بازي سور ان نوفو كوركن سبيس اللي كي دوا ولا كي بي اوفخيغ حاجه بور لا كوميونيتي. دونك لو بروميير كونتاكت اللي صار سيتي لو جور جيت انفورماسيون. Voilà, même pas. En fait, le site Broho était la version Lula, qui a fait assez d'infos pour avoir confiance dans l'espace. Fait store, fait texte, le contact, le téléphone, c'était déjà assez impressionnant. Tu as fait le abd qui aura le fichier l'autre dans ton téléphone. Donc, du coup, j'ai même pas eu la peine de changer une table de place. C'était واضح. Comme tu as le but de la social media club, c'est organiser des événements, vivre une pratique, partager l'information, faire des formations. Donc, on a un but lucratif. On est qui m'organise un social business. On est nichedmo à des objectifs qui ne sont pas, mais même pas des objectifs lucratifs. On ne parle pas de chiffres. On parle de nombre de personnes employées. On parle de nombre de personnes dans les ateliers internes. هذاك اهم حاجه معناها اوني بريزون سور توت لا ريبوبليك وهذاك علاش اون اوسي دي نورم انترناسيونال كما تعرفوا السوشيال ميديا كلوب في بارتي دان ريزو انترناسيونال فيه 600 كلوب اوتور دي موند موجود في امريكا موجود في الـ في الـ في الاوروب في الازي في الافريك. دونك نو بارتنير الباس نشوفهم و لي سيليكسيون بارابور ا بليزيور بارامتر. اول بارامتر يزم يكون البلاصه ما هيش بلاصه ابيت لوكراتيف ما هيش بلاصه بوستيكي تدخل بوستيكي ما تدخلش لا هي بلاصه ستان سوشيال بزنس اللي هي اوفيرت اليكو سيستيم اللي داير بها اوفيرت كوميونيتي فما دي جون كي تري بيان كومبري لو كونسيبت كيما وركزو انت من الصحه هذا كلاش اون سون تري بيان معاهم خاطر اون بارل با دو شيفر اون بارل دامباكت. انا احنا اليوم grâce à Rockzone, on a eu 9 sessions de formation CM 101 ou 3 SEO 101. La valeur ajoutée pour les étudiants, pour les gens qui ont cherché un emploi, elle est énorme. Voilà, la bête, fait mouche avec les moyens de bord, avec deux fondateurs, un business, il arrive à donner un espace pour une association qui permet à d'autres gens de s'épanouir. Apprendre, mais surtout de trouver des opportunités, des jobs, des bienfaits, c'est énorme. Aujourd'hui, on ne parle plus seulement de la formation académique ou de l'obine, mais le Coworking Space, il offre un espace pour partager, discuter, surtout faire un networking, avant le février, je ne sais pas. Et petit à petit, grâce aux rencontres, grâce aux formations, grâce aux ateliers dans le film, avec nous ou avec beaucoup de gens, grâce à la culture de l'Amour Ferdinand qui était très bien réussi, grâce à tout ça, il y a une communauté de la chaîne. Il y a une communauté de l'Orgzone. Il y a des manachis, on a out, il faut toujours mesurer par rapport à l'impact. Beaucoup de gens sont épanouis, farhanis, عملنا جو كاس روكزون دونك سان سوكسي انورم. البلايص اللي فيهم امباكت وفيهم دي سورتو في روكزون فيهم دي بوزيتيف فايبس راهو سو سون دي زوندوا كي سون اون تران دي فورمي لي نوفو ليدر نتاع لا بروشين جينيراسيون لا جينيراسيون اكتيل سي تري امبورطون. اون بارل با دو بلاص باش تجي تنفقها ولا باش تجي تبنك لا لا باش تجي تبنك باش تجي تقعد صحيح باش تتعلم باش تقابل الناس اقرب منك خير منك باش تعلم منهم وتعلم تعطيهم اي سورتو باش نشوف قدام ناول بدينا في السيام سو ان سنا اس يو سو ان الفورماسيون الاخرين الوركشوب اللي عندهم سو سو ملتيبلي
من اللي كانوا يعملوا كان public speaking واللي يعملوا في اللين management سيناغم. ما أنا عبيد العبيد اللي يجيوا في الويكاند ربحين خاطر في الويكاند خير ما يمشي يقعد يعمل حتى شيء يجي يعمل هذه information يبدو حاجة في حياته على الأخر سا شانج كومبليتمون سا في. عندنا برشا من الناس برشا من الناس leur vie professionnelle leur vie complète elle a complètement changé grâce à une formation ta weekend grâce au workshop after work. C'est très important là mais c'est pas facile ثم الناس يخدموا ils n'ont pas accès aux moyens d'apprendre وركزون حتى الباب يجيو ثم برشا من الناس je vous parle راهو هنا الفورماسيون le workshop نتاع وركزون presque بلاش. Quand je dis le prix, il est très très bien étudié, il est à la portée de tous. Ça te coûte, ça coûte à quelque week-end faut-il. On a une liste d'yaf. Ça coûte carrément à quelque week-end faut-il. Il est quand même intéressant de, à la quel un week-end, tracé, t'as le besoin de t'apprendre une chose nouvelle, à la quel mois de chahrin, là vous êtes plus chargés. Et là, vous êtes zone, ce mois-là, zone espace, t'as partage. بندر السمان ثم اللي كوركر يخدم روحهم اللي زفتر وورك ثم الناس تجي باش تتعلم حاجات ثم بليزيور كوتش طلع على الاخر وزافي البروغرام تو سوغا انونسي بيانتو وزافي الفورماسيون تاع الويكاند اليوم اون لا شونس دافوار في بلاصه طلع بيان سنترال اللي هي سنتر اربان نور قريبه من تون من اريانا وقريبه من سكرة وقريبه من سنتر من لافايت سنتر فيو وقريبه من المنازل كل اللي كيوفر تو سا اللي هي بعد على درجين ربع ساعة. دونك حسب رأيي أنا ورك زون غراس ليدرشيب نتاع لو دو فونداتور على غاني الميريت لارجمون سو سوكسي جيسبر لي سوكسي هذا يلفا سورا ملتيبلي سورا وباش يمشي برشا بلايص أخرين. بين قوسين أنا بروجي آخر مع ورك زون في بلاصة أخرى من تونس جو با دير ديتاي زي سافواغ في وقت ولا كل حد ديجا on ne sera jamais remercié Workzone. Je me considère ولد البلاصه ولد Workzone. Je considère pour voir l'écosystème j'ai هنا معناها مانيش جاي انا في الاداره ولا جاي الشركه جاي جاي Workzone. انت مبرنا في Workzone ثم هكا كل عرفتك الستريكت واحد وبرسو لا اليا ديما ثم بارتنيريا البارتنيريا امبليك اللي احنا مع بعضنا في لي ديبونس وفي لي غان. بين قوسين هذه نحكي لكم ترو ستوري. كل ما حلو كوركن سبيس جديد جو في انا بيل اتو لي كوركن سبيس باش يعاونوه. لو برومي اسوتي ا لوكازيون اي فريمون ايدي سي وركزون.